السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعونا نصلي على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم سوف نشاهد بعض الآلات المتطورة والعجيبة، ونكتشف عالم الآلات الحديثة وكيف أحدثوا ثورة في الصناعة الزراعية. آلة زراعية للمستقبل، وهي بالكامل تعمل بالكهرباء، الجهاز الذي تم تصنيعه بالفعل في عصرنا الحالي وهو متطور وحديث جرى المستقبل الكهربائي. الآلات أصبحت أكثر مهمة من قبل. آلة زراعية لشركة المصنعة جان با رئيسية من هذه الاستراتيجية، وهي استخدام ذاتي للكهرباء، وهي تجعل المزارعين على ارتفاع الأسعار والوقود وتوفر المال. يمكن أن نطلق على الأسطوانة اسم أسطوانة الأرضية ديجيمان، وهي واحدة من أتقى البقرات، واختارها موثوقية في فئتها. إنها مثالية في الزراعات البازلاء والعدس، ويمكنها أيضا إنشاء طبقة مثالية من الأعشاب القصب سيلاج، تتميز ماكينة نظام رق ناعم فريد يوفر مرونة أكبر عند عملية في الحقل. باستخدام هذه الأسطوانة الهيدروليكية الناعمة، يمكنها تتحرك بالمنهضبات والمنحدرات عبر التضاريس غير المستوية بدون قيود ممتازة. هذه الحل يجب أن نقول إنها تؤدي عملها بجد وسلاسة. هذا المنشار الدائري لتقطيع الخشب مصمما خصيصا لنشر الخشب والخشب حد أقصى للقطر الكتلة. هذا يمكن للآلة قطع 70 سم حد أقصى، والطول يسجل هو 9 الأمتار. بمساعدة هذه التكنولوجيا يمكن للناس تحضير الحطب في فصل الشتاء والبرد القارس، ويسهل عملية إشعال النار للتدفئة بسرعة. دمرت الشركة الرائدة في مجال حفظ المواد الغذائية، وقامت شركة حلول درجات بتطوير حل توت متكامل ذات تضمن الصينية قابلة للأمثلة تعامل مع التوت، ويمكن للعلبة قابلة تعامل مع عدة صواني في وقت واحد، مما يقلل من حاجات اليد العاملة. ولزيادة يمكن أيضا تخصيص إنتاج سلبيات احتياجات محددة لكل عملية، والسماح للحلول المخصصة التي تلبيته متطلبات المعالجة الفريدة. اسم هذه الآلة ماهي أجنبية، عبارة عن آلة قوية وفعالة ومصممة لتمزيق مختلف أنواع النباتات بما في ذلك الفروع والشجيرات والأشجار، وتتميز ماهد بهذه بدورات كبيرة لخدمات الشفطات يدوي يدور بسرعة عالية، مما يخلق تأثيرات الشفط لديه ويسحب الغطاء النباتي ويحوله إلى نجارة أو نشادر ناعمة، كما أنه يأتي مزدوج بشفرات ومطارق قابلة للتعديل، ويمكن تأهيلها لتخفيف نتائج المرغوب فيها في جميع المجالات. إنها آلة ديجيمان روبينز في مهمة الشاقة، تلتقط الصخور الثقيلة والضخمة ومصممة لإجراء مصادقة الصخور وتحميلها من الحقول، وفعالة وسهلة العملية. هذه الآلة مزهرية بإمكانيات متطورة للمزارعين والمقاولين الذين يتطلبون إلى ادخار الوقت والمال مع تحقيق أقصى استفادة في العمل. لقد قامت شركة فيديبوت الفرنسية إنشاء وقامت بتطوير روبوت اسمه باغوس، الذي تم تصميمه من أجل عمل في مزرعة كروم بالجلوس متعدد باستخدام الكهرباء بالكامل. ويمكن للروبوت مكافحة الأعشاب الضارة والعلاج الرش كروم. المتوقع أنها تقوم هذه الجهاز بمهمات أخرى في المستقبل لغاية غياب كابينات، ويقل مركز الجاذبية الذي يسمح لك بالعمل عليه بالمنحدرات شديدة الانحدار بسبب حجمه وخفض وزنه، ووزن الروبوت يستهلك قليل من الطاقة ويقلل من ضغط التربة. آلة اسمها السكتة الدماغية الدولية 4500، ذات جودة عالية للمزارع، مصممة للمزارعين المهنيين الزراعيين تتطلب لتحضير حقول زراعية وتحسين جودة التربة. تتميز هذه الآلة بستة أسنان للمزارع التي يمكن تعديلها لتناسب احتياجات المجال المحدد والمحاصيل، كما أنها تأتي مجهزة ببكرات ديابلوك التي توفر درجة عالية من النظام الفعال ضد التربة. يعتبر الخندق المدفوع بالأوجيكا ممتاز لحفر خنادق في دورة رسوبية على الإطلاق، شروط برمية لتقطيع الأشجار بشكل فعال والجذور والجذوع في المستنقع، بينما يمكن وضع الخندق حتى في التربة المتجمدة. هناك حاجة إلى تمليك وحدة فقط لإنشاء ملف عزل مستمر على ناقص عمق، قد يلقي الخبات إلى مسافة كبيرة على
كل جانب من الجوانب طابق بشكل متساوي ومتوزع على شريط كسماد التربة. لا تقتل الأشجار والأوراق وهي حديثة السرعة وتعمل بكفاءة عالية وموثوقة، وهي آلة مصممة لتقلية الأغصان والأشجار بسهولة وبسرعة، وهي تشتغل بالبنزين أو الكهرباء أو بالبطارية وتأتي بأحجام وأشكال مختلفة، وهي تناسب أنواع مختلفة من الأشجار والأغصان وتقطعه بدقة متناهية. بروموس هي عبارة في 4 عبارات عن آلة تنظيف وتحميل حبيبة السكر ذاتية الدافع المرة مع نظام سحب جديد يحرك الماوس إلى وضع النقل أي طيه في عرض النقل مدمج يبلغ 3 أمتار والطول الإجمالي يبلغ 15 متر وهو أوتوماتيكي بالكامل مع كابينة تحكم واحدة فقط وتضمن قاعدة العجلة كابينة التي يبلغ طولها 5 أمتار ونصف بالإضافة إلى محورين إضافيين مع تعليق هيدروليك التعامل بأمان مع هيدروليك الضخم. هذه الشركة رائدة في تصنيع معدات الحصاد واسمها إكسوا بما في ذلك مجموعة من الآلات الحصاد تبن والعلف، وتقدم تصميم العديد من الآلات الحصاد للعلف والتبن الخاص بالشركة لتحسين إنتاجها في العمل حصاد والآلاف والتبن، ولها عجلات كبيرة دوارة عكس دوران عجلات الأساسيتان مصنوعة من المطاط. هذه الآلة لها عمود وحدفات دائرة وهما قضيبان مهمان من المعدات المستعملة في عملية صنع التبن بكمية كبيرة، وهي آلة تستخدم لتطيب القش وجمعه وتتكون من سلسلة من الأسنان الدوارة التي ترفع التبن وتفصله وتساعد على جفافه بشكل متساوي وبسرعة أكبر وتتميز بالدقة وتوفر الوقت الكثير. آلة زراعية أو آكلة الأرض للحصاد مخصصة يستخدمون سكر إثنان للحصاد توابل بوسيلات مزودة بشفرات كبيرة قاطعة قوية وناقلة التي تستطيع أكل الأرض والقيام بها ورفعها وفرز المصابيح بسرعة وبدقة مع التأكد من أنهم يعملون معا بالعناية وبدقة جماهيرية وسلسة. هذا الروبوت دينو ذكي متكامل في الأعشاب من شركة تقنية الإبن، ونحن نشاهد الآن آلات ذكية متطورة حديثة الإدارة نفسها قدرات معرفية وجسدية مثل الإنسان في أداء مهام أطول ودورة إنتاج المحاصيل في الجلوس في المقعد في الحصاد. تمتلك هذه الروبوتات سمات مثل التحكم والإدارة والتفكير في الإشراف والتعلم. تشغيل آلة نقل الأشجار هو واضح بالنسبة للتكوين آلة مشفرة كبيرة، وهي أسماء بأسمائها الحقيقية التي يتم دفعها إلى الأرض حول الشجرة. بمجرد إدخال الأشياء بأسمائها الحقيقية بالكامل سيتم استخدام طاقة هيدروليكية لرفع الشجرة والكرات جذعها خارج من الأرض. عملية برمتها يمكن أن تستغرق سوى عدد قليل من الدقائق وتسمح للشجرة أن تكون أنتقلة إلى أحد أدنى من الضرر لجذرها أساسي. إزالة الأعشاب بأسهل طريقة هي باستخدام قاطعات كلاسيك خاصة تتوفر ساعات من العمل الشاق. هذه الآلة في تقطيع الأعشاب بمنحنيات دقيقة وبخطوات مستقيمة، وهذه القواطع مدمجة للغاية وسهلة المناورة وتعمل في جميع الأماكن بمنتهى الدقة. بتحقيق المسؤولية نتائج عالية وليس سرا، وإن المزارعين يتحملون المسؤولية في سرعة عملهم مما ينتجون الأطنان في الساعة. ولهذا السبب صممت شركة نور هولاند أسطورة تقطيع كبيرة ورؤوس مسننة يبلغ قطرها 800 ملم، والتي يتم تركيبها في آلة حصد العلف مناسبة مع مساحة تقطيع كبيرة وتضم كفاءات عالية ودقة في التقطيع. نتيجة لذلك يمكن للآلة تعمل مع الذرة بسهولة، بل بالإضافة إلى محاصيل العلف والطاقة مما يوفر للمزارعين إنتاج كثير ومتزايد، وقدرتها على التقطيع موثوقة وتتقن عملها بسرعة وسلاسة. آلة عبارة عن صرف مختص في زرع الأنابيب في الأرض، وآلة تقنية آلة مصممة فعالية وتركب أنظمة الصرف الصحي لكفاءة أكيد حقول زراعية. تم تصميم هذه الآلة القوية للتعامل مع الظروف التربة الصعبة وتقدم العالي التصريف العالي الجودة مع الحد الأدنى من النفايات. سترى كيف اسم الجرر باللغة الإسبانية يجمع البرتقال ويهز ليسقطه من الشجرة والبرتقال الناضج على تمديد النسيج، ثم تنقل إلى الحاوية الخاصة تشتهر فالنسيا بتربتها الخصبة المحيطة بالمدينة، وأشهر منتجاتها هي البرتقال من فالنسيا. لهذا السبب ستجد أكثر من 10,000 شجرة من البرتقال في جميع أنحاء المدينة الأجنبية. آلة التالية عبارة عن جرار له هيكل قابل للتبديل والمناورة مصمم في ألمانيا، وهذا
مزيج عالمي يستبدل في جميع الآلات الزراعية التي حصاد بها والتسميد بها والحرث بها. وقد تم تصميم الجرار بنظام القبعة التالي في كل الآلات المستخدمة المجهزة بنظام مراقبة البيئي والتحكم في العملية من البرج الخارجي الأبيض وبدوري، وهو مركز قيادة مما يخلق أسهل لتشغيل الآلية بالكامل. لآلة هذه تسمح بتشغيل طريق يدويا فقط أثناء النقل. حصل الشاي الآلية هي آلة مصممة لاختيار أوراق الشاي من الشاي للشجيرات بسرعة وبكفاءة. قد تم تجهيز هذه الآلة بجهاز استصهاري خوارزمي متقدم التي يمكن لذلك الكشف واختيار شاي ناضج فقط والأوراق، وتتضمن الحصول على شاي عالي الجودة. ومحصول حصاد الشاي الآلي هي مجهزة بعدة مبتكرة من مميزات مثل قاطعة قابلة لتعديل السلاسل والتقاط أوراق مرتفعة نظام النقل الذي ينقل أوراق الشاي المحصول إلى مجموعة الأساكياز. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وعمل لايك، وشكرا على المشاهدة.